يلا يلا اختي تأمري انا يا ويلي يا اختي يا عمري عليك يا ويلي يا اختي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ده معوني يا اختي الله يسامحك يا ابو الوقت معوني باخر عمرنا جرجرنا هيك على المخافر قولي بالك اختي قولي يا اختي قولي قولي يا اختي قولي 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 يا عمري يا سامي الله يوفقك يا ابو الورد والله عيب لك نحن بعد هالعمر ناكل فلقة لك قلت لك يا امي مو جايينا منه غير وجع الراس غبتي عن الجامعة يا أختي؟ إيه والله. ولي على أنت طول عمرك بتغيبي يعني شو عدا ما بدأ؟ بس. لك يا الله يوم كان كتير مهم كتير. يا الله لك أنت وين ونحن وين؟ لك وطوا صوتكم وطوا صوتكم ما بدي أسمعوا. صحيح أختي. ليش أبو الورد ما رضي يجي لهون؟ قال شو مو قدراني يواجهني. امني على حس حاله يا امو منيح حس على حاله لك فضحني قدام الجيران الله لا يوفقه ايه وانتو كمان شو هالجيران اللي عندكم ناطرينك على نكشة لك شو عرفني انا شو عرفني قال شو كل الجيران كل الجيران اشتكوا علينا قولي قولي شو طلعت عيونه الضيقة قولي ايه والله يا ماما بس تعرفي شو والله لأبو مازن ما في منه يعني حباب وما بيظلم حدا ايه والله يا أمو حباب ما ظلمنا ابنه يعني لازم من الأساس يا أمو لازم من الأساس يتركنا ويكم جلادة أبو الورد يا أمو الله يخلي لنا أبو فؤاد إن شاء الله بيطلع على قبري بيطالعكم من كل قصة بده وزير ليحلها